وننتقل الآن إلى كلمة مسجلة إلى سيد فو جين بانغ نائب رئيس رابطة الشباب الصيني بصفته ممثلا خاصا لرئيس جمهورية الصين الشعبية. Your Excellency Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt. رئيس جمهورية مصر العربية. زملائي وأصدقائي الشباب، أسعد بالانضمام إلى قادة الشباب من كافة أرجاء العالم في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في بداية عام جديد، وبالنيابة عن رابطة الشباب الصيني والشعب الصيني، أود أن أقدم لحضراتكم عميق شكري، خاصة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدعوة الكريمة التي أرسلها لنا، وأحر التحيات للأصدقاء من الشباب المشاركين في هذا المنتدى. يمر العالم بتغيرات كبيرة في هذا القرن الجديد، والشباب بدورهم يواجهون تحديات معقدة ومركبة في مجالات عدة مثل الصحة والتعليم والوظائف والانخراط. شهر سبتمبر أيلول الماضي في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحدث الرئيس الصيني عن المبادرة العالمية التي تعطي الأولوية للتنمية من خلال المنهج القائم على وضع الناس في المركز والشراكة العالمية لمعالجة الفجوات التنموية بين البلدان المختلفة. هذه المبادرة لاقت صداها في كافة أرجاء العالم. هل سنمضي قدما سويا مع شباب العالم معنا، وذلك من خلال المبادرة العالمية للتنمية من أجل أن نحقق الرخاء للعالم بأكمله؟ الأصدقاء الأعزاء، الصين تحظى بثاني أكبر عدد من السكان من الشباب، والسيد الرئيس تشي قال أن أهم قضية بالنسبة للحزب الشيوعي في الصين وللدولة هو الشباب، ونعتمد في عملنا على الشباب. تطوير الشباب هو أولوية قصوى بالنسبة لنا. منح الأولوية لتنمية وتطوير الشباب لاقى إجماعاً من الجميع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في عام 2017. أطلقت الحكومة الصينية الوسيلة الأولى لخطة تمكين الشباب 2016-2025 بأهداف واضحة وخطط عمل جلية وبرامج متكاملة تتعامل مع مناطق ومجالات شتى مثل الصحة والتعليم والرفاه والزواج والتوظيف وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التكامل الاجتماعي والاشتراك والتعاون المدني. وبفضل العمل الدؤوب من الحكومة ومن الشعب، فإن الشباب الصيني سيستمر في التنمية والتطور بوتيرة متسارعة. الأصدقاء من الشباب، الشباب هم الأساس للحفاظ على السلم العالمي ولقيادة التنمية. ومن ثم لدي ثلاثة اقتراحات بالنيابة عن الشباب الصيني والمنظمات الصينية. أولا، فلنعمل سويا لنمارس
ولنحسن الشراكة ونحسن النظام العالمي للحوكمة. عالم اليوم يحتاج تعاون يفوز فيه الجميع عوضا عن الأعمال التي لا يكسب منها أحد. سويا سنعمل. ثانيا، فلنبني مجتمعات تتشارك في ذات المستقبل، مستقبل من أجل الإنسان. نحسن فيه النظام العالمي، وفي جوهر هذا الاتجاه تأتي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وذلك من خلال قانون دولي معزز. الشباب من كافة أرجاء العالم يجب عليهم أن يعززوا الجهود العالمية لتحقيق مصالحهم، وذلك من خلال المشاورات، وذلك من أجل ضمان مستقبل أفضل لتنميتهم وتطويرهم. ثانيا، فلنعزز تبادل الخبرات والتجارب الخاصة بتنمية الشباب، وذلك من خلال بناء إجماع وتوافق عالمي للعمل على تنمية وتطوير الشباب كأولوية قصوى. يواجه الشباب تحديات عدة، وأهداف التنمية تعتمد على جهود الشباب بشكل أساسي، ومن ثم فإن الاهتمام به هو أساس عمل الحكومات. يسعى العالم لتعزيز التعليم، وذلك من خلال تبادل قصص النجاح لتنمية وتطوير الشباب، وتشجيع الحكومات والمجتمعات على إلحاق أهمية الشباب ومنحها الأولوية، وخلق بيئات صديقة للشباب. ثالثاً، الشباب من كافة أرجاء العالم يجب عليهم أن يسيروا في طرق أكثر تضامناً وتعاوناً، ويترابطوا ويتواصلوا سوياً من أجل أن يحققوا التنمية العالمية. الشباب هم الدافع الأكثر إبداعاً والأكثر قوة في مجال التنمية. يجب أن نتحقق من فهمهم لمسؤولياتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يجب على الشباب أن يستخدموا قوة التكنولوجيا والتقدم في الثورة الصناعية الرابعة، وأن يمضوا إلى الأمام دون كلل أو ملل، ويستمروا في الإبداع، ويستمروا في تعزيز التعاون في حربهم ضد جائحة الكورونا، وأن يتأقلموا مع التغير المناخي والاقتصاد الرقمي، وأن يأخذ العالم تجاه مستقبل أكثر شمولاً وأمناً. دائماً ما يمضي التاريخ إلى الأمام أيها السادة. اختياراتنا وتحركاتنا اليوم ستقرر مصير العالم في المستقبل. الشباب من كافة أرجاء العالم يجب عليهم أن يقفوا يداً بيد لتعزيز التعاون والصداقة، ولإدراك الشباب، ولتحقيق التنمية. والعدالة والديمقراطية والحرية للعالم، وأن يقوموا ببناء مستقبل أو مجتمعات تتشارك في المستقبل، وأن يخلقوا مستقبل أفضل. الأصدقاء الأعزاء، مصر هي دولة عزيزة علينا وهامة. منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصر لعب دورا محوريا في تعزيز تنمية الشباب في كافة أرجاء العالم، وأتمنى لهذا المنتدى النجاح التام. شكرا جزيلا.